محافظ صلاح الدين يحدد لمدراء الدوائر أولويات المشاريع وتوقيتات تنفيذها ضمن المواصفات بلا مضلات سياسية. ارتياح شعبي في صلاح الدين لإشراف المحافظ المباشر على توقيتات حملة الأعمار بمختلف القطاعات ومحاصرة الروتين والفساد. المفوضية تحسم أمر نتائج بانتظار مصادقة المحكمة الاتحادية على تشكيلة الجديدة للنواب قبل نهاية الأسبوع الجاري وطي ملف الخاسرين. والتيار الصدري يعلن من الموصل الحرب على مافيات الفساد الاقتصادي، وتحذيرات من مخطط لتحويل سنجار إلى قاعدة لحزب العمال.